وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Братья, сестры, ставьте лайки, пожалуйста, и комментарии пишите. Это для дела нужно, чтобы YouTube продвигал эту лекцию дальше, и чтобы еще больше людей получили пользу от лекции. И на канал подписывайтесь. Ассаляму алейкум, братья и сестры. YouTube, походу, все. У меня есть канал Telegram. Если YouTube заблочит, сможем все равно также проводить стримы. По ссылочке в описании переходите, подписывайтесь.